للمزيد من التفاصيل انضم إلي عبر الهاتف قائد محور إيب العميد عبد الله مزاحم. سيدة العميد مرحبا بك. نبدأ من الوضع الميداني في حجر، ماذا عن مستجداته؟ أهلا وسهلا بكم أخي العزيز وأشكركم على الاستضافة. ومن ثم الوضع الحاصل الآن في جبهة حجر الضالع، كان الحوثي يوم أمس معدل هجوم، يعني يحاول اختراق الجبهة، جبهة حجر، يعني جبهة الضالع من اتجاه منطقة حجر، لكن تم رصد الحركات الحدود الحوثي وتم يعني رصدها بدقة، وفي نفس الوقت يعني تم يعني ضرب الحوثي بهجوم مباغت من قبل قواتنا، يعني بعملية كما سميتها أنتم عملية نوعية، بالذات موقع الطيرمانة، موقع عملية النجار، تم يعني استهدافهم وهجوم يعني سريع مخاطف، من خلال تم يعني قتل يعني مجموعة كبيرة من صابة الميليشيا وتدمير يعني آليات عسكرية، وأيضا كما ذكرتم في التقرير أنه تم فعلا سماع أصوات السيارات الإسعاف والنداءات الصعبة، ومن خلال هذه العملية النوعية الجريئة تم كسر الهجوم الحوثي مباشرة وخلط أوراقهم ورباطهم وعدم تنفيذ أي هجوم يعني على قواتهم. نعم، ماذا عن الأنباء التي تحدثت عن تطهير الشخب والتي تقول الأخبار بأنه تم تأمينها كاملة؟ أخي بالنسبة لمنطقة شخب هي مؤمنة، يعني باسم طهر أنا زرتها يعني تقريبا قبل العيد بيومين، قبل العيد قبل المبارك بيومين أو 3 أيام، وهي في جد قواتنا وصورنا تقريبا من داخل شخب، وأيضا بالضبط يعني بالضبط أيضا مناطق خلف شخب في المنطقة المجاورة، لكن الحوثي لديه سلاح قريبة من شخب يستخدمها مثل الهاون مثل البي ام بي على مسافه يعني تقريبا ما يقارب 2 أو 3 كيلو من خلف شخب، يعني ضد قواتنا في شخب. نعم، وماذا عن مريس والفاخر والازارق؟ مريس مؤمنه، يعني حاول الحوثي كان امس امطار يعني غزيره في الليل، الحمد لله الحوثي طبعا استغل الوضع الممطر، لكن كان في تحدي من قبل قواتنا، وكان حاول يعني حاول ترتيب هجوم ما معين في بالذات يعني في موقع يسمى وينان الجبهة الغربية، ولكن تم ضربهم أيضا ضربات مباغتة من قبل قواتنا. مريس مأمن الحمد لله، الحوثي الآن لم يجرؤ على الهجوم على مريس إطلاقا، وإنما يعمل حركات. فيه بالنسبة للأزارق كانت في مشاكل، في حصل أمس في بعض الأخطاء العسكرية، لكنهم يتم متابعتها، ولكن من ناحية التقييم العام الأعداد في الضالع السيطرة التامة تحت قواتنا، في سواء كان في شخب أو في حاجر أو في مريس أو في الحشاء الوضع مستتر تمام، والحوثي بحالة انهيار وانهزام، بس نحن بحاجة إلى الدعم الكافي لكي نتقدم. أشكرك جزيل الشكر العميد عبد الله مزاحم قائد محور إيب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.